شغلي. هذا المسلسل برعاية من اللحظة اللي بتولد فيها ابنك أو بنتك بترسم مستقبلهم في خيالك. بس أنا بنتي قصة تانية، موهبة من عند ربنا، عايزة تركيز واهتمام، وده التحدي اللي قابل أسرتنا. إزاي نهتم بكل أولادنا زي بعض، تربية ودراسة ورياضة؟ بس كل ده مش مهم قدام حلم إن بنتك تبقى بطلة العالم. تخيل لو عندك أولاد كتير، أكيد الاهتمام هيقل، وأكيد عمرنا ما هنخلي أولادنا يوصلوا لحلمهم. كل ما عدد الأولاد قل كل ما الاهتمام زاد. حققوا حلم أولادكم، لأن العدد مش في صالحهم. ما تخليش حلم يبقى حمل. كل معلومة عن تنظيم الأسرة هتوصلهم لحلمهم. اتصل على 19559، قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. حلمهم يبدأ بيك. الصيف السنة دي غير. في نوتش بيتش العلمين الجديدة مستنيينكم في أقوى حفلات الساحل الشمالي. نوتش بيتش كلاب مع النجم بهاء سلطان. الراحة شوية 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 علينا يا شيخ، كل الرجال بجالهم حالة وبشوف شيخ. الخميس 13/7 للحجز ادخل على الويب سايت thegateeg.com من تنظيم دي ميديا ادفرتايزنج وامازون انترتينمنت وانسن، برعاية بنك القاهرة، مياه حياة، فن عبد المعبود، فندق ريجال هايتس. للإعلان على شبكة تلفزيون النهار، الوكيل الإعلاني الحصري ميديا لايت.